يعني احنا مهنة فيها صعوبات زي مهنتك وزي اي مهنة. هي الفكرة كلها ان انا دي صعوبات مهنتي، انا عارف مهنتي وعارف صعوباتها، اكمل فيها ولا سيبها؟ ما هو لو كل واحد لقى صعوبات في مهنته فسابها خلاص محدش هشتغل حاجة. انما مش هنقعد نتاجر وان انا مهنتي اصعب وان مهنتك اصعب، لا، كل واحد في مهنة صعبة. على فكرة اللي قاعد كول سنتر وقاعد حاطط التليفون وتحت التكييف وكل الكلام ده، ده ما هي مهنة صعبة برضو، عنده صعوبات في شغل. انا عارف انها صعبة، اقبل اشتغلها ولا ما اقبلش؟ لو انا شايف ان انا مش هقدر يبقى ابعد. تمام، هي مهنة قائمة على المجهود العصبي والمجهود النفسي. تمام، اي عمل بيبقى فيه جزء صعب، ما فيش حاجة معينة هي اللي كانت مش هقدر، مش اصعب واصعب واصعب، كل حاجة فيها جزء صعب. انما انا عارف صعوبة شغلي وراضي بشغلي وحابب شغلي فهكمل فيه. انا بخلص الشغل بتخلص الشخصية خلاص بسيبها واروح. تعاونت مع محمد سامي في مسلسل اسمه البرنس، وتعاونت مع الاستاذ محمد ياسين في مسلسل اسمه المشوار. انا بتعاون مع المخرج عادة، مش انا اللي قيم زميل. مفيش ممثل ولا يجوز ان ممثل يقيم زميله، مفيش علاقة، الجمهور اللي بيقيم. انا رافض اصلا فكرة النمبر وان، ومفيش حاجة اسمها نمبر وان. تمام، نمبر وان دي في الارقام. تمام، انما ممكن نمبر وان بالنسبة لي يكون شخص بالنسبة لك نمبر 100، ملوش دعوة. مفيش حد مواجهش ازمات، اللي مواجهش ازمات ما بقاش بني ادم. مش مواقف كتيرة جدا في الحياة، انت مفيش حد بيتولد زي ما بيقولوا كده على، سيبك من ان في ناس يقول لك بيتولد على ريش نعام، لا، الحياة صعوبات. لو ما واجهناش الصعوبات دي وقدرنا ان احنا نتغلب عليها ونحقق نجاح، يبقى انا ما عملتش حاجة. مسلسل اجر ان شاء الله مع عمرو سعد في رمضان، وان شاء الله يكون، يعني اتمنى ان انا كنا بعمل دور يعجب الناس. لا، مش ماليش دعوه بعم ضيا، انا محمد جمعه دلوقتي. لا عم ضيا بقى، نروح في مكان تاني ونبقى نقول عم ضيا.